كل بحسب ما يسعه قدره وقوته من تقديمه للشعب الفلسطيني الشقيق. مشاهدي الكرام، هنا في القاهرة التي تحتضن خلال ساعات بعد 48 ساعة إن شاء الله قمة السلام، ينتظر الكثير أن يبذل من أجل فلسطين، ينتظر أن يكون هناك رأي عام. يمكن هذا هو الأهم الآن، أن يتبلور رأي عام دولي وإجماع دولي، أو على الأقل قوة فاعلة ودافعة على مستوى القادة والسياسيين والحكومات وكذلك المنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية، من أجل الوصول إلى ممر آمن وإلى دخول آمن للمساعدات الإغاثية التي تقدمها مصر وكذلك تقدمها عدد من دول العالم من خلال وصول هذه المساعدات إلى مطار العريش. وأعتقد أن هناك قوافل جاهزة بالفعل تقف الآن حينما أحدثكم عند الطرف المصري من معبر رفح في انتظار دخولها. كذلك هناك عدد كبير من الشباب وعدد كبير من مناصري القضية الفلسطينية المصريون يفصحون عن معدنهم الآن ويفصحون عن تاريخ طويل في مساندة جميع الأشقاء العرب وخاصة الأخوة الفلسطينيين في معاناتهم أمام الاحتلال وأمام الحقوق التي سلبت منهم ويجب أن تعود إليهم في يوم. فما ضاع حق وراءه مطالب، وما أكثر من المطالبات تجاه القضية الفلسطينية. الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن قد وصل هنا إلى مطار القاهرة الدولي، وفي انتظار أن تحط طائرة الملك عبد الله ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. حينما نتحدث عن الجهد العربي وعن التوافق العربي، فمصر تحاول أن تضع مرافق جيدة وكذلك نقاط للتماس في بلورة الرأي العربي الذي هو بالأساس يتفق في أحقية الشعب الفلسطيني في أن ينال حقوقه وفي أن ينال حريته في العيش بأمن وبسلام من خلال وطنه وأرضه على المستوى التاريخي وعلى المستويات كافة. مصر هي التي دفعت عن حقوق الفلسطينيين وحقوق العرب على مدى سنوات طوال منذ عهد الرئيس عبد الناصر ومرورا ببطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات، وكذلك وصولا والرئيس مبارك، ووصولا إلى اليوم الذي نتحدث فيه هنا. فمصر ما تزال تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وأرى الآن يعني الاستعدادات النهائية لاستقبال جلالة الملك عبد الله ابن الحسين في مباحثات مهمة للغاية، وصولا إلى بلورة مطالب عربية توجه إلى المنظمات الدولية وإلى الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، صونا لحقوق الشعب الفلسطيني وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني. رحم الله الشهداء الذين رحلوا عنا خلال الأيام الماضية وما يزالون، لكن بطبيعة الحال فهناك محاولات لوقف نزيف الدم ومحاولات لتخفيف معاناة طالت خلال الساعات الماضية. وقد حطت طائرة الملك عبد الله بن الحسين الآن على المدرج هنا أمام قاعة كبار الزوار، القاعة الرئاسية بمطار القاهرة، وسيتوجه الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال ضيفه الكبير، ثم تعقد فورا جلسة مباحثات مهمة. أعتقد أن هناك الكثير أيضا من المباحثات التي ينتظر أن تعقد، وهناك حراك دبلوماسي خلال الساعات المقبلة وخلال الأيام المقبلة استعدادا للقمة المرتقبة، قمة السلام التي تحتضنها مصر. ها قد أتى الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها
إلى طائرة جلالة الملك عبد الله بن الحسين ليستقبله في إطار هذه الزيارة الأخوية المهمة والتي تعقد من أجل الاتفاق وتوافق الرؤى وبلورة المواقف وربما أيضا الخروج بمقررات خلال الساعات والأيام المقبلة وصولا إلى إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال. وها هو أول الجهد الدبلوماسي العربي كما تابعنا كان بالأمس استقبال السيد الرئيس للمستشار الألماني أولاف شولز والتصريحات المهمة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وها هو الملك عبد الله ينزل من الطائرة الملكية حيث يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.